أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. في هذه الآية أمر الله عباده أن يطلبوا منه حاجاتهم. الله أمر عباده أن يطلبوا منه حاجاتهم ويدعوا الله سبحانه وتعالى، فإذا دعوا الله سبحانه وتعالى فالله يستجيب دعاءهم والله يقضي حاجاتهم. فقال: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. قال الله سبحانه وتعالى: قال ربكم ادعوني، أي اطلبوا حاجاتكم مني، اطلبوا حاجاتكم مني. ويأتي دعاء بمعنى رجاء الخير، دعا الله سبحانه وتعالى بمعنى رجاء الخير من الله تعالى، فمعناه اطلبوا حاجاتكم مني وارجوا الخير مني، وارجوا الخير مني. ادعوني استجب لكم، اقضي حاجاتكم، اقضي حاجاتكم واقبل دعاءكم. ادعوني استجب لكم. ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. ثم ذكر ان الذين يتكبرون عن دعاء الله تعالى، عن عبادة الله، اي عن دعاء الله تعالى، سيدخلون جهنم داخلين، سيدخلون جهنم حال كونهم اذلاء صاغرين، يدخلون وهم اذلاء، لانهم ما كانوا يتواضعون امام الله، ما كانوا يتواضعون عند الدعاء، ما كانوا يعني يتواضعون أمام الله تعالى بالدعاء والعبادة، ولأجل ذلك الله يذلهم ويدخلهم في جهنم. في هذه الآية أمر الله سبحانه وتعالى عباده أن يدعوه حتى يستجيب دعاءهم. وقد ثبت في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. وفي رواية: الدعاء مخ العبادة، الدعاء مخ العبادة. وفي رواية أخرى: الدعاء أفضل العبادة، الدعاء أفضل العبادة. فعلى الإنسان أن لا يتغافل عن الدعاء. كم من الناس يصلون كل يوم 5 صلوات ولكنهم لا يهتمون بالدعاء. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الدعاء هو العبادة والدعاء أفضل العبادة. فالإنسان يهتم بالدعاء، يجعل وقتا خاصا للدعاء، يعين كل يوم وقت 5 دقائق، 10 دقائق، 15 دقيقة، ربع ساعة، نصف ساعة للدعاء، ويبدأ من اليوم الأول ب5 دقائق، يدعو الله 5 دقائق، يعود نفسه على دعاء 5 دقائق، إذا يكون في التهجد يكون أفضل، ثم يكثر 7 دقائق، 9 دقائق، 10 دقائق، حتى يصبح عادته يدعو الله سبحانه وتعالى كل يوم نصف ساعة، يدعو لنفسه، لأهله، ولأمة النبي صلى الله عليه وسلم، للرسول صلى الله عليه وسلم، وللمسلمين المجاهدين والخارجين في سبيل الله تعالى، يدعو لهم. فهناك أمور كثيرة الإنسان يحتاج إلى الدعاء فيها. فالله سبحانه وتعالى حثنا على الدعاء. ومن آداب الدعاء أن الإنسان أولا يكون موحدا مخلصا لله تعالى، ثم عندما يدعو الله تعالى يدعوه بأسمائه الحسنى. يقول الله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ادعو الله تعالى بالأسماء الحسنى. فالإنسان يكثر من أسماء الله تعالى الحسنى في دعائه: هو الله الذي لا إله إلا هو، الرحمن الرحيم، الملك القدوس، السلام، المؤمن. وكل اسم من أسماء الله تعالى هو ينادي الله سبحانه وتعالى 3 مرات بهذه الأسماء، وهذا يكون سببا لاستجابة الدعاء. فيدعو الله تعالى بأسمائه الحسنى ويثني على الله تعالى. يثني على الله، من آداب الدعاء أنه يثني على الله تعالى، لأنه جاء في رواية أن أحدا من الناس جاء وصلى والرسول صلى الله عليه وسلم جالس، ثم بدأ يدعو الله تعالى، قال: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: عجلت أيها المصلي، عجلت أيها المصلي، إذا صليت فاحمد الله وصلي علي ثم ادعوه. وجاء مصلي آخر وصلى، وبعد ذلك حمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أيها المصلي ادعو تجب الآن، لما أنك أثنيت على الله تعالى وحمدت الله وصليت على نبيه صلى الله عليه وسلم، إذا تدعو الآن فالله يستجيب دعاءك. فهذه من آداب الدعاء. وهكذا جاء في رواية:
يعني كل دعاء محجوب بدون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فالدعاء غير مقبول، محجوب. وهكذا الإنسان يستقبل القبلة عندما يريد أن يدعو الله سبحانه وتعالى، الأفضل مستحب أن يستقبل القبلة. فإنه ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان في غزوة بدر استقبل القبلة ورفع يديه ودعا الله سبحانه وتعالى فقال: اللهم أنجز لي ما وعدتني، إلى آخر الدعاء. المقصود من ذكر هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم استقبل الدعاء ورفع يديه، وعندما يرفع يديه يجعل باطن كفيه إلى السماء فوق هكذا، لا يدعو بظاهر الكفين بل بباطن الكفين، لأنه جاء في الحديث: إذا دعوتم الله تعالى أو إذا سألتم الله سبحانه وتعالى فاسألوه ببطون أكفكم، ببطون أكفكم، ولا تسألوه بظهورها. فالإنسان يدعو هكذا. وكذلك الإنسان عندما يطلب من الله سبحانه وتعالى فيلح في دعاء، يصر في الدعاء: يا الله افعل هذا، يا الله أنا أريد، افعل يا الله. يلح، يصر على الله سبحانه وتعالى: يا أنا أريد منك يا الله هذا، افعل لي هذا، فيصر عليه. كما أن الواحد إذا يعرف أن صديقه، زميله، أو والده، أو أمه، كلهم يستطيعون أن يفعلوا شيئا فيصر عليهم، حتى يعني لا يتركهم حتى يفعل له ما يريد. فهكذا يصر على الله تعالى ويلح على الله تعالى، ثم يتواضع أمام الله في الدعاء. ويعني الإنسان يدعو الله تعالى بالسر عندما لا يكون في المجمع، يعني لا يدعو للناس في المجمع للاجتماع كامل، فيدعو بالسر: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. فهذا من آداب الدعاء. الإنسان إذا كان وحيدا الناس جالسون حوله ولكنه لا يدعو للجميع، بل هو يدعو دعاء انفرادي، فيسر لا يجهر بدعائه، وهذا من آداب الدعاء أيضا. وكذلك الدعاء الذي يطلبه من الله تعالى يطلبه 3 مرات، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت أنه دعا على قريش فدعا عليهم 3 مرات. فإذا يعني نريد أن يستجيب الله دعاءنا المخصوص فنحن نسأل الله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء مرارا، 2 مرات 3 مرات 4 مرات، فالله يستجيب الدعاء. وهكذا من الآداب أن الإنسان يتجنب الحرام من الأكل والشراب ومن الملبوس، وهذا يكون سببا لاستجابة الدعاء. وهكذا الذي يحب أن يستجيب الله دعاءه وأن يقبل دعاءه كلما دعا الله تعالى، فعليه أن يدعو الله سبحانه وتعالى في الرخاء. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. الإنسان من عادته أنه يلتجئ إلى الله تعالى في الشدة، ولكن الذي عود نفسه على الدعاء في الرخاء في حالة جيدة، فعندما يكون في الشدة فالله يستجيب دعاه، حتى الملائكة يشفعون له، الملائكة يشفعون له عند الله تعالى ويقولون: يا الله هذا صوت معروف كان يدعوك في حالة الرخاء إذا فاستجب دعاءه يا الله. فالإنسان يعني يحاول أن يهتم بهذه الآداب في الدعاء، وسيرى كيف الله سبحانه وتعالى يستجيب دعاءه. وقد ذكرنا الآية: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. ذكر سعيد بن الجبير رحمه الله أن من قرأ هذه الآية في الدعاء فالله يستجيب دعاءه. هكذا بعض العلماء يعني قالوا أن هناك بعض الآيات في القرآن التي فيها اسم من أسماء الله، من أسماء الله تعالى التي إذا دعا به أحد استجاب الله تعالى دعاءه، منها ألف لام ميم: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وآية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وعنت الوجوه للحي القيوم. ومثل هذه الآيات أيضا يقرأها الإنسان في الدعاء فالله سبحانه وتعالى يستجيب الدعاء. وقد جاء في الحديث: من لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه. فالذي هو متكبر كما قال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، فهؤلاء المتكبرون يغضب الله عليهم لأنهم لا يسألون الله. الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. الإنسان المخلوق إذا طلبت منه شيء يعطيك مرة، مرتين، 3 مرات، إذا طلبت منه مرارا يغضبون عليك، الناس يغضبون. والله سبحانه وتعالى هو لا يغضب، بل الله سبحانه وتعالى يفرح إذا سأل الإنسان الله سبحانه وتعالى فهو يفرح بذلك. ففي هذه الآية حث على الدعاء، على طلب الحاجات من الله سبحانه وتعالى.
وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي هنا العباده بمعنى الدعاء سيدخلون جهنم داخرين فهؤلاء يدخلون جهنم حال كونهم اذلاء صاغرين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ثم لما أمر الله سبحانه وتعالى العباد بأن يدعوه ووعدهم أنه يستجيب لهم ذكر تعالى أن الله سبحانه وتعالى جعل لهم منافع وجعل لهم مصالح في هذه الحياة الدنيا فالله خلق لهم الليل والنهار وتعاقب الليل والنهار هذا لفائدة العباد وهكذا خلق الله تعالى كل شيء لفائدة العباد فقال تعالى الله الذي جعل لكم الليل الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل أي خلق لكم الليل هنا جعل بمعنى خلق والدليل على ذلك أنه تعدى إلى مفعول واحد وإلا جعل يتعدى إلى مفعولين ولكن هنا جعل تعدى إلى مفعول واحد لأن جعل بمعنى خلق الله الذي أوجد لكم الليل والنهار خلق لكم الليل والنهار والله سبحانه وتعالى جعل لكم تعاقب الليل والنهار الليل يأتي والنهار يذهب ويأتي النهار ويذهب الليل فجعل تعاقب الليل ثم جعل الله تعالى الليل باردا ومظلما جعله باردا ومظلما للسكون والنوم والراحة ولتجديد النشاط والحيوية من تعب النهار الإنسان يتعب في النهار فعندما يأتي الليل والليل يكون بارد والليل يكون مظلم وليس فيها يعني أصوات فالناس يستريحون ينامون وهكذا تتجدد حيويتهم من تعب النهار يتجدد النشاط في اليوم التالي هم يستطيعون أن يقوموا بالأعمال وإلا الإنسان لما يعود من عمله في المساء أو في الليل يرى كأنه غدا لا يستطيع أن يذهب إلى العمل لأنه تعبان جدا ولكن عندما ينام ويستيقظ يجد أنه نشيط يستطيع يذهب للعمل مرة ثانية فالله سبحانه وتعالى جعل لنا الليل للسكون والنوم والراحة ولتجديد النشاط والحيوية من تعب النهار وهكذا جعل الله سبحانه وتعالى النهار مبصرة أي مضيئة بالشمس جعل النهار مضيئا مضيئا بالشمس بسبب الشمس النهار يكون مضيئا فبسبب هذا الناس يستطيعون أن يبصروا حوائجهم لإبصار الحوائج الناس يستطيعون أن يبصروا حوائجهم والناس يستطيعون أن يزاولوا تجاراتهم وصناعاتهم ويستطيعون أن يذهبوا إلى زراعتهم وكذلك يستطيعون أن يتنقلوا من مكان إلى مكان آخر هذا كله بسبب أن الله جعل النهار مبصرا ويستطيعون أن يكسبوا المعاش المعايش هذا كله بسبب أن الله جعل الليل أن جعل النهار مبصرا فقال تعالى الله الذي جعل لكم الليل الله سبحانه وتعالى خلق لكم الليل وأوجد لكم الليل والنهار أي جعل نظام تعاقب الليل والنهار لتسكنوا فيه أي لتسكنوا في الليل بعدما تتعبون طول اليوم في العمل في وقت الليل أنتم تستريحون وتنامون لأن الله سبحانه وتعالى جعل الليل باردا وجعل الليل مظلما وجعل فيها انقطاع الأصوات حتى تستطيعون أن تستريحوا والنهار مبصرا والله سبحانه وتعالى جعل النهار مضيئا بالشمس لإبصار الحوائج ولكسب المعايش ولمزاولة التجارات والصناعات والزراعات وهكذا للتنقل من مكان إلى مكان آخر هذا كله لأن الله سبحانه وتعالى جعل النهار مضيئا بالشمس ومبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون إن الله سبحانه وتعالى هو المتفضل على عباده ذو فضل أي ذو إحسان إلى العباد ذو إحسان إلى العباد المتفضل صاحب الفضل هو الذي يحسن ابتداء بلا سبب يحسن ابتداء بلا سبب فالله يحسن إلينا بلا سبب فلأجل ذلك نرى أن من يعبد الله ومن لا يعبد الله الله يحسن إلى كل واحد منهم الذي يعبد الله الله يحسن إليه أيضا والذي لا يعبد الله يكفر بالله تعالى الله يحسن إليه أيضا هذا يدل على أن الله هو المتفضل على العباد هو المحسن إلى العباد يحسن إليهم ابتداء من غير سبب من غير علة ولكن أكثر الناس لا يشكرون ولكن أكثر الناس مع فضل الله وإحسانه عليهم هم لا يشكرون الله سبحانه وتعالى إما لأنهم
جاحدون نعم الله تعالى أو لما أنهم غافلون عن شكر الله تعالى مهملون. فقال إن ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فالإنسان لو يتفكر في نعم الله تعالى عليه، كيف الله سبحانه وتعالى أنعم عليه، جعل له الليل والنهار، الإنسان يستطيع أن يقضي جميع حاجاته في الليل والنهار. في النهار يقضي حاجات إبصار الحوائج وكسب المعايش والتنقل من مكان إلى مكان آخر، فيتم حاجاته في النهار. وعندما يتعب في النهار فالله سبحانه يأتي بالليل حتى يستطيع أن يستريح. فهذا كله يقتضي شكر الله سبحانه وتعالى. الإنسان يشكر الله على نعمه، الله سخر له الشمس والقمر، وكل هذا لأجل مصالحه ومنافعه، فعليه أن يشكر الله سبحانه وتعالى، ولكن أكثر الناس لا يشكرون الله. فهذا فيه حث على شكر الله تعالى، كأن الله سبحانه وتعالى يقول أكثر الناس لا يشكرون، فأنتم أيها الناس أشكروا الله سبحانه وتعالى. قليل من عبادي الشكور، قليل من عبادي الشكور. وقال إن الإنسان لربه لكنود، إن الإنسان لظلوم كفار، فلا يشكرون الله سبحانه وتعالى. فعلى العاقل أن يشكر الله سبحانه وتعالى. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. ذلكم الله، ذلكم الفاعل لما ذكر من خلق الليل وخلق النهار والمحسن إلى الناس، ذلكم الله ربكم، ذلكم الفاعل لهذه الأشياء المنعم على عباده المحسن إليهم هو الله ربكم، هو المربي، هو المربي لجميع العالم، هو المربي رب العالمين، خالق كل شيء، هو خالق الأشياء كلها. الله سبحانه وتعالى خالق الأشياء كلها، خالق الإنسان وخالق عمله وخالق جميع المخلوقات. فلا إله إلا هو، لا معبود بحق سوى الله سبحانه وتعالى، فهو الإله الواحد المتفرد الذي لا معبود بحق سواه، فهو الإله الوحيد. فأنى تؤفكون، فهذه فصيحية، فأنى تؤفكون إذا علمتم أن الله سبحانه وتعالى هو ربكم وأنه خالقكم وأنه لا إله إلا هو، فأنى تصرفون عن عبادته إلى عبادة الأصنام، كيف تنقلبون عن عبادة الله تعالى إلى عبادة غير الله تعالى، كيف تصرفون عن التوحيد إلى الشرك بالله تعالى. فأنى تؤفكون، الإفك هو الصرف، أن تؤفكون يعني كيف تصرفون عن عبادة الله إلى عبادة غير الله تعالى، يعني الدلائل واضحة، الدلائل تدل على أن الله إله واحد ولا يستحق أحد العبادة غير الله سبحانه وتعالى. فإذا علمتم كل هذا فكيف يمكن أن تصرفوا وأن تمنعوا من عبادة الله تعالى وتبدأوا في عبادة الأصنام؟ كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. ثم ذكر تعالى أن جميع المنكرين الذين يجحدون آيات الله تعالى حالهم هكذا، أنهم يصرفون عن التوحيد، يصرفون عن الإيمان بالله تعالى. كذلك يؤفك الذين، مثل هذا الإفك كذلك، أي مثل هذا الإفك، كما أفك أولئك الذين كذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم وكفروا بالله، كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون، كل من كان يجحد آيات الله. الجحود كما سبق أنه إنكار بعد المعرفة، يعرفون أن الله هو إله واحد ومع ذلك ينكرون ألوهية الله تعالى، فكل هؤلاء الجاحدون هم يؤفكون عن الإيمان بالله تعالى. كذلك يصرف الذين كانوا بآيات الله يجحدون، يصرفون عن التوحيد أولئك الذين كانوا ينكرون آيات الله بعد معرفتها. وآيات الله سبحانه وتعالى هي سواء كانت في القرآن التي تدل على أن الله سبحانه وتعالى إله واحد، أو الآيات التي هي في الأكوان التي تدل على التوحيد، فهم كانوا ينكرون آيات الله سبحانه وتعالى. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. ثم ذكر تعالى في هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى جعل لكم الأرض موضع القرار، جعل لكم الأرض ثابتة حتى يمكن أن تثبت عليها الأشياء، أن تستقر عليها الأشياء، ويمكن العيش والحياة على الأرض. فالله سبحانه وتعالى جعل الأرض صالحة للاستقرار والثبات عليها،
فقال الله الذي جعل لكم الأرض قرارا إن الله سبحانه وتعالى بقدرته جعل الأرض صالحا للقرار وجعل الأرض موضع الاستقرار تستقر وتثبت عليها المباني والأمتعة والأشياء كل شيء نضعه على الأرض فهذا الشيء يستقر يثبت على الأرض لأن الله سبحانه وتعالى جعل الأرض على هذه الهيئة أن الأشياء تستقر على الأرض وأن المباني تستقر عليها وأن الأمتعة تستقر عليها ويمكن للإنسان أن يستقر عليها وأن يعيش على الأرض وأن يثبت على الأرض فهذه نعمة الله تعالى على العباد الله الذي جعل لكم الأرض قرارا فالقرار هو المستقر مكان الاستقرار وبمعنى مكان الثبوت ومكان الثبات فيثبت عليه الأشياء ويستقر عليها الأشياء والسماء بناء والله سبحانه وتعالى جعل لكم الأرض السماء سقفا جعل السماء بناء بمعنى جعل السماء كالسقف كما أن للبيت سقف هكذا الله سبحانه وتعالى جعل السماء للأرض سقفا وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ثم الله سبحانه وتعالى صوركم أي جعل لكم صورة وشكل جعل الله تعالى لكم صورة وشكلا وأحسن صورتكم والله أجمل صورتكم أعطاكم أجمل شكل وأعطاكم أجمل صورة فهذه نعمة الله تعالى على عباده لو إنسان يقارن بينه وبين مخلوقات الأخرى فيعرف كيف الله سبحانه وتعالى حسن صورته كيف الله سبحانه وتعالى جمل صورته لو ينظر إلى القطة لو ينظر إلى الكلب لو ينظر إلى القردة وينظر إلى نفسه بعد ذلك يعرف كيف الله سبحانه وتعالى أحسن صورته فقال وصوركم فأحسن صوركم الله جعل لكم صورة فأحسن صورتكم وجمل صورتكم فأحسن صوركم فأعطاكم صورة من أجمل الصور ومن أجمل الشكل ورزقكم من الطيبات والله سبحانه وتعالى هو أنعم عليكم بالرزق أعطاكم من طيبات الرزق أعطاكم من لذائذ الرزق والله سبحانه وتعالى أعطاكم من الحلال ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم ذلكم الفاعل لكل هذا المذكور الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله الفاعل لهذه الأشياء هو الله ربكم المربي للعالمين الذي يربي جميع العالمين هو الفاعل لهذه الأشياء فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين أي فتنزه الله فهذه استنافية تبارك الله تنزه الله تعالى وتقدس الله تعالى عن كل ما لا يليق به عن جميع النقائص وعن كل شريك وولد وصاحب فتبارك الله رب العالمين الله سبحانه وتعالى تنزه وتبارك الذي هو رب العالمين رب الإنس والجن فهو سبحانه وتعالى هو متنزه ومتقدس عن أن يكون فيه نقص أو عن أن يكون له شريك أو ولد أو صاحب أو زوجة فالله منزه عن ذلك وكذلك تبارك بمعنى كثر خير الله تعالى وكثر بركات الله سبحانه وتعالى الذي هو رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين ثم ذكر تعالى أن الله سبحانه وتعالى الذي هو المتبارك وهو رب العالمين هو الحي هو الحي حياة ذاتية الذي لا يفنى ولا يموت الذي حياته حياة ذاتية هو الحي ما أعطاه أحد الحياة بل حياته حياة ذاتية هو الحي الباقي الذي لا يفنى ولا يموت لا إله إلا هو هو الإله الواحد الأحد الصمد الذي ليس هناك إله سواه لا إله إلا هو لا معبود بحق سوى الله تعالى فهو المستحق للعبادة وغيره لا يستحق العبادة فادعوه مخلصين له الدين إذا علمتم أن الله سبحانه وتعالى هو الحي الذي لا إله إلا هو فادعوه سبحانه وتعالى اعبدوه مخلصين له الدين حال كونكم تخلصون له الطاعة والعبادة ادعوه مخلصين له الدين أي اعبدوه موحدين اعبدوه حال كونكم تخلصون له الدين والطاعة الحمد لله رب العالمين جميع المحامد لله سبحانه وتعالى الذي هو رب العالمين وهو يحمد من الملائكة ومن الإنس ومن الجن ومن جميع المخلوقات الحمد لله رب العالمين في الحقيقة هذا الحمد لله رب العالمين خبر ولكنه بمعنى الأمر
أو نستطيع أن نقول هذا مع إضمار الأمر، الأمر مضمر هنا، كأن الله سبحانه وتعالى يقول فادعوه مخلصين له الدين واحمدوه وقولوا الحمد لله رب العالمين. كان ابن عباس رضي الله عنه يقول من قال لا إله إلا الله فليقل على أثرها الحمد لله رب العالمين، ثم قرأ هذه الآية وقال فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. فالله سبحانه وتعالى يقول لك فادعوه مخلصين له الدين وقولوا الحمد لله رب العالمين واحمدوه فإن الله سبحانه وتعالى هو المستحق للحمد. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. هذه الآية لها سبب النزول، وليد بن المغيرة وشيبة بن ربيعة، وليد بن المغيرة وشيبة بن ربيعة هذان جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ارجع عما تقول يا محمد بدين آبائك، ارجع عما تقول يا محمد بدين آبائك، فأنزل الله تعالى هذه الآية. يعني كأنهم كانوا يقولون اترك الدعوة إلى الله تعالى وارجع إلى عبادة الأصنام التي هي دين الآباء. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. قل أيها الرسول صلى الله عليه وسلم إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، أي إن ربي نهاني أن أعبد غيره من الأصنام والأوثان، أن أعبد الذين تدعون من دون الله، أن أعبد تلك الأصنام التي أنتم تعبدونها من دون الله تعالى. أنتم تركتم عبادة الله وعبدتم الأصنام والأوثان، والله نهاني أن أعبد هذه الأصنام. لما جاءني البينات من ربي، لما جاءني الدلائل من الله سبحانه وتعالى، لما جاءني البينات من ربي أي لما جاءني الدلائل، الآيات، الدلائل العقلية والنقلية، الدلائل العقلية والنقلية. الدلائل العقلية الدلائل التي جعل الله تعالى في الكون، والدلائل التي جعل الله في ذات الإنسان التي تدل على أن الله هو الإله الواحد، والدلائل النقلية من القرآن والسنة. فلما جاءني البينات من ربي، لما جاءني هذه الدلائل، فبعد ذلك الله سبحانه وتعالى نهاني أن أعبد الأصنام، وقد كنت أوحد الله تعالى من قبل نزول الآيات أيضا، ما كنت أشرك بالله تعالى شيئا، وأمرت أن أسلم لرب العالمين، وإن ربي أمرني أن أستسلم له، أن أنقاد لله تعالى، أن أخضع لله تعالى، وأن أطيعه وأمتثل أوامره. فقال وأمرت أن أسلم لرب العالمين، وكذلك أمرني أن أخلص لله تعالى الذي هو رب العالمين. ففيه الرد على المشركين الذين قالوا ارجع إلى دين آبائك، فالله سبحانه وتعالى يقول إن الله نهاني عن عبادة الأصنام، فإن كان دين الآباء عبادة الأصنام فأنا لا أختار دين الآباء، وهذا بسبب أن الله تعالى أرسل إلي الدلائل، وكل هذا تدل على أن الله إله واحد، وإن الله أمرني أن أسلم له، أن أستسلم لأمر الله تعالى، وأن أنقاد له وأخضع له وأخلص لله رب العالمين. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان، وهذا إذن يدل على قدرة الله تعالى، ويدل على التوحيد، ويدل على أن الله قادر على بعث الإنسان بعد موته، ولكن بعد ما يتفكر الإنسان في نفسه. فقال هو الذي خلقكم من تراب، هو الله جل وعلا الذي خلقكم أوجدكم بقدرته من تراب، خلق أباكم آدم عليه السلام من تراب، وهكذا خلق جميع البشر من تراب، كما سبق لنا الحديث ما من مولود إلا وقد ذر عليه من تراب حفرته. فإذن كل إنسان مخلوق من تراب، أو لما أن آدم عليه السلام مخلوق من تراب وأولاده كلهم أولاد آدم عليه السلام، فيمكن نسبة خلقهم إلى التراب لأن والدهم مصنوع ومخلوق من التراب. ثم من نطفة، ثم الله تعالى خلق بقية البشر من نطفة، لأن الله سبحانه وتعالى هو جعل النطفة مني، قطرة مني هو سبب لخلق الإنسان، فقال ثم من نطفة قطرة مني، ثم من علقة، علقة دم متجمد، قطعة دم متجمد، هناك دم سائل وهناك دم متجمد الذي يتجمد. فخلقكم من علقة،
ثم يخرجكم طفلا ثم الله سبحانه وتعالى بعدما أكمل خلقكم وصورتكم وأعضاءكم في بطون أمهاتكم الله أخرجكم أطفالا أخرجكم من بطون أمهاتكم حال كونكم أطفالا ثم يخرجكم طفلا ثم الله سبحانه وتعالى بعدما أكمل خلقكم في بطون أمهاتكم أخرجكم من بطونها طفلا أي أطفالا حال كونكم أطفالا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتبلغوا أي فعل الله تعالى ذلك لتبلغوا أشدكم أي لتصلوا إلى اكتمال القوة وإلى اكتمال العقل ثم لتبلغوا أشدكم أشد هو متى يكتمل عقل الإنسان ومتى يكتمل قوة الإنسان ثم لتكونوا شيوخا ثم لتكونوا شيوخا يعني تصبحوا إلى عمر كبير بعد 40 سنة 50 سنة 60 سنة ثم لتصبحوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ومنكم من يتوفى من قبل منكم يعني من الإنسان من يموت من قبل أي شيء يمكن أنه يموت قبل الشيخوخة يمكن أنه يموت قبل أن يبلغ إلى الأشد يمكن أنه يموت قبل أن يخرج من بطن أمه يعني يكون سقطا ولا يولد فمنكم من يتوفى من قبل يعني بعض الناس يموتون في بطون أمهاتهم بعضهم يخرجون من بطون الأمهات يموتون في صغر سنهم بعضهم يصلون إلى الأشد ويموتون بعد ذلك وبعضهم يصلون إلى الشيخوخة وهذا كله فيه دلائل على توحيد الله وعلى قدرة الله سبحانه وتعالى كيف الله سبحانه وتعالى خلق جميع الناس يعني بنطفة مني وخلقهم من علقة والله سبحانه وتعالى جعل لهم أحسن صورة ثم بعضهم أعطاهم الله تعالى الحياة فخرجوا من بطون أمهاتهم وبعضهم أماتهم الله تعالى في بطون أمهاتهم بعضهم ماتوا في الصغر وبعضهم وصلوا إلى الأشد وبعضهم وصلوا إلى الشيخوخة هذا كله يدل على أن الله قادر على كل شيء الإنسان يكون في بيته مع أهله الوالد والجد والأولاد كلهم يأكلون طعاما واحدا الأب يصبح شيخا والجد يموت بعد أكل الطعام والولد يكبر فهذه قدرة الله سبحانه وتعالى ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون ولتبلغوا أجلا هذه لام الصيرورة أي ولكي تصلوا إلى أجل مسمى أي إلى وقت الموت الذين أبقاهم الله تعالى على قيد الحياة حتى يصلوا إلى وقت معين لهم وهو وقت الموت ولعلكم تعقلون وتعرفون قدرة الله سبحانه وتعالى على كل شيء وقدرة الله على بعث الإنسان بعد موته فإن الذي قادر على أن يفعل ذلك يخلقكم من تراب أو يخلقكم من نطفة ثم يجعل بعضهم يخرجون من بطون أمهاتهم بعضهم يموتون فيها وبعضهم يصلون إلى الأشد وبعضهم يموتون قبل ذلك وبعضهم يصلون إلى الشيخوخة هذا كله يدل على قدرة الله تعالى فالإنسان لو يتفكر في نفسه يجد دلائل كثيرة على معرفة الله تعالى دلائل كثيرة على التوحيد دلائل كثيرة على قدرة الله سبحانه وتعالى هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقوله كن فيكون ثم ذكر دليلا آخر على أنه قادر على البعث بعد الموت فقال هو الذي يحيي ويميت الله سبحانه وتعالى هو القادر على الإحياء وعلى الإماتة القادر على الإحياء والإماتة يحيي من يشاء ويميت من يشاء والله سبحانه وتعالى إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون إذا أراد أمرا فإنما يقول له كن فيكون فيحدث ذلك الشيء على فور إرادته إنما يعني إرادته هو الوجود إذا أراد شيئا فذلك الشيء يحدث ويأتي في الوجود لأن الله سبحانه وتعالى أراد ذلك فقال فإذا قضى أمرا إذا أراد الله سبحانه وتعالى أمرا فإنما يقول له يقول لذلك الأمر كن فيكون فيحدث ذلك الأمر على فور إرادته إذا أراد الله تعالى فذلك الشيء يأتي في الوجود من دون أن يتوقف على شيء آخر فقط إرادة الله تعالى سبب لوجود ذلك الشيء
فهذه الآيات كلها فيها دلائل على قدرة الله، على توحيد الله تعالى، وفيها الحث على دعاء الله تعالى. فإذا علم الإنسان أن الله سبحانه وتعالى هو خالقه وهو مربيه، وأنه لا إله إلا هو، وأنه لا يستحق العبادة غيره، فعليه أن يعبد الله تعالى، وعليه أن يدعو الله سبحانه وتعالى، وأن يطلب منه حاجاته. فإذا فعل ذلك فالله سبحانه وتعالى يقول: إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. فعلى الإنسان أن يعبد الله ويوحدوه ويخلص له الدين والعبادة والطاعة، وهكذا يدعو الله سبحانه وتعالى. صدق الله العظيم.